هذه الجامعة شرينا عدد كبير من المكاتب ومن الكراسي، سعيد باش نغيروا كل شيء لأنه 15 مقاطعة و 2400 موظف، ولكن رحنا غيرنا واحد 100 مكتب هذه السنة الأولى، اقتنينا واحد 200 كرسي جديد وبيرويات وكراسي ديال البيرو ديال لي فيزيتور، بمعنى دخلنا في هذه السلسلة ومازال عاد داز واحد المارشي عاوتاني في واحد كمية واحدة أخرى باش نشدوا الحظيرة ديال المكاتب، لانه غادي تدخلوا الادارات ديال الجامعه وغتلقاو الموظف جالس على كرسي من الرسم وسابه، غادي تلقاوها مازال اليوم، مازال كاينه. ولهذا بدينا في التجديد ديال الحظيره ديال التجهيزات ديال المكاتب، وهذا هذه التجهيزات هذه الجديده غادي نشوفوها في الملحقه وتشوفوها في عده مكاتب هنايا، وهذه الجامعه هذه المقر ديالها حتى هو غادي تجددوا، تجددوا بعض المكاتب وغادي تجددوا مكاتب اخرى بعد ما يتوقع الصيانه برمتها للمقر، غادي تغير كل التجهيزات ديال المكاتب اللي خصها تغير. كذلك تغيرت وما كانتش في البرنامج، هذا المكتب وهذه الاغلبيه وهذه الجماعه غيروا واحد المنظر كان مشين ديال ليغاليزاسيون، لاصال دو ليغاليزاسيون ديال القاعه ديال التصديق على الوثائق، ولات قاعه مكيفه وقاعه، ولات واحد القاعه في حله جديده. كذلك هذه تقدروا تزوروها راه موجوده، والمشروع الثاني وهو فوتوكوبي نفس الشيء غادي يوقع بالنسبه للحاله المدنيه في الايام المقبله، غادي تكون مكيفه وغادي تكون نفس الشيء بحال اللي كاينه في القاعه ديال ليغاليزاسيون. هادشي ماشي سوف، هادشي من تخرجوا تقدروا تشوفوا. كاين كذلك احداث الرقم الاخضر الاقتصادي اللي كيقولوا عليه يرين بدون مجيب، نقدر نعطيكم كل واحد فيكم يطلب، نقدر نعطيه الحصيله ديال سنه ديال الشكايات والمراسلات اللي رسلتهم انا شخصيا. شنو كيوقع؟ كيوقع انه واحد المواطن كيعيط الله يخليك عندنا الضوء مطفي في شارع، واحد الشارع اللي كنعطيو لمصلحة الكهرباء كيبقاو يقلبوا ساعة على ذاك الادريس ما كيوجدوهاش. ما يمكنش تضيع نهار باش يصلح بولة ديال الضوء. ومن بعد كنعطيو الملاحظة لهذاك السيد اللي كيتلقى الشكيكة ونقولوا الله يخليك هذاك السيد من يعيط لك ينعيط لك بالضبط فين عنده باش نمشي. وغادي ندخلوا ان شاء الله من بعد ما نجددوا، لانه غادي نهضر لكم على واحد المشروع كبير ديال تعبئة الطرق. في هذا المشروع ان شاء الله غادي نرقموا كل البوطويات ديال الضوء بواحد الرقم باش تولي المدينه كلها معروف كل البوطو فين كاين، باش نهار اللي يخسر شي بوطو المواطن يعيطنا يقول لنا نيميرو A333 ولا B660 راه محروق ويمشي له مباشره. ولكن هذا الرقم خدام، كانوا الاشغال بعض المرات في الجامعه ملي كانوا الاشغال كان كيقطعوا السلك كان كيتعطل يومين ثلاث ايام، ولكن كنا كنحرصوا باش الرقم الاخضر يبقى يجيب، و70% ديال الرقم الاخضر شكايات فيهم الضوء، 30% النظافه، هادو هما الشكايات اللي كاينين في الرقم الاخضر. ولا بعض المرات واحد تعتبر بعض المرات كيعيطوا المواطنين كيقول لك مشينا للمقاطعه الفلانيه ما جبرنا حتى واحد. وكنمشيو مباشره بعد الشكايه، مره كنمشي انا ومره كيمشيو واحد من النواب كيمشيو فعلا يشوفوا واش كاين داك الشيء ولا لا، وراه وقعوا تغييرات في المقاطعات على اثر الشكايات، مشينا وما جبرناش. واحد مقاطعة من المنسق، واحد مقاطعة قمنا بعدة إجراءات باش هذاك الشيء اللي توصلنا به وصرنا فعلا واقع، وقع تغيير. وكذلك حددنا واحد البريد ديال الجماعة بالمقر المركزي ومختلف المقاطعات، كاين بعض المقاطعات اللي فيها البريد باش نتلقاو السيد اللي ما عندوش الفلوس باش يعيد في التليفون ولا عنده اقتراحات للبلدية. انه ماشي بلديه، ماشي 65 مستشار، هي مدينه. ممكن انه 65 مستشار يجيبوا فكره، وممكن انه مواطن عادي يعطينا فكره نخدموا بها. مثلا عيطوا لك كيعيطوا لي شحال من مواطن، الله يخليك هذه البلاصه بغينا نديروها فيها اسباس فير، كتمشي كتلقى فعلا هذيك البلاصه تستحق باش يكون اسباس فير. ولهذا خلقنا هذا البريد الجامعه للناس اللي باغيين واحد الفكره يجيبوها مدونه برساله واقتراح، وخلقنا هذا البريد ديال الجامعه باش نتلقاو هاد الاقتراحات. كاين كذلك جابها الميثاق الجديد، ولكن مازال ما صوت معايا في البرلمان، وهو مدير الديوان. والمدير الديوان خلقناه في هذه الجامعه اليوم، واخا مدير الديوان ما كيخلص حتى هي زياده، واخا مازال ما خرج القانون، ولكن خلقناها في الجامعه باش تسهل الماموريه ديال التواصل مع المواطن. لان ملي كيجي المواطن ما كيبقاش دائما الرئيس كاين والنواب كاين، وبالتالي كيصعب عليه يخاطب شي واحد. ولهذا خلقنا هذا الديوان وفيه واحد 7 ولا 8 ديال الموظفين اللي كيتلقاو شكايات المواطنين، وكيجي المواطن اذا كان عنده شي حاجه في الاداره ممكن انه يساعد، ولا بلوكاج في شي بلاصه في الاداره
ولا وقعت شي مشكل عنده في الاداره كيهبطوا معاه الناس اللي عفوا في الديوان وكيمشيو وكيحلوا له المشاكل ديالو. بمعنى هذا الديوان ماشي درناها اوبا ديوان، لا درناه من اجل التواصل وتسهيل التواصل مع الرئاسه ومع المكتب. من كيكون في غياب المسؤول ولا المسؤولين الا كانوا عندهم مشغولين كيلقاو ناس اللي هما موظفين اللي هما تابعين مباشره للرئاسه باش كيمشيو يسهلوا الامور للمواطنين. وكذلك الاخبار بانشطه الجامعه، واخا الاخوان بعض الاخوان كيقول لك هذه السنه هي سنه اشهار الامتياز، ما كانوش اشهار الصابون، ما كانوش اشهار المنام، واش اشهار هذا؟ تواصل مع المواطن. مي كندير ملصقات في المدينه وكنقول لهم حمله النظافه واش كندير الاشهار؟ مي كندير الملصقات في المدينه في لي بانو نقول لهم راه كاين السماع والمديح، واش كندير الاشهار؟ واش اللي كندير اللافتات ونقول لهم كاين تغيير في لابريوريتي في الاسبقيه، حق الاسبقيه في المظاهر، هذا اشهار. هذه طريقه جديده للتواصل. وحاجه واحده اخرى كيقولها عندكم، صفر سنتيم، صفر سنتيم. كل ما يقع في المدينه من تواصل ومن لوحات اشهاريه صفر سنتيم، صفر سنتيم. الجماعه ما اداتش ولو سنتيم واحد، لانه بقانون فقط الاخوان اللي كانوا قبل سابقين ما كانوش كيستغلوه. مين كتعطيك مين كتعطي لهاد الناس يديروا لوحات اشهاريه كتقول لهم الجماعه لها الحق ان هذا الشهر المسائل ديالها والتواصل مع المواطن مع هذاك اللوحات اللي عندكم بالمجان. وكنستغلوا العلاقات مع الناس وكنرغبوهم انهم يتبعوا لنا داك الشيء بالمجان. بمعنى كل ما يقع في المدينه من طريقه جديده للتواصل عبر اللوحات الاشهاريه صفر سنتيم. الجامعه ما حطتش الريال، وغادي يجي الحساب الاداري وغادي يطلعوا علاش. كل ما يقع في المدينه ماشي اشهار، طريقه جديده للتواصل. فوقاش كتقول اشهار؟ مي كنشهر واحد الحاجه دو كونسوماسيون باش ناكلوها، كنشهر واحد الحاجه باش تلاقي عليها اقبال. من نقول الديمومه ايام السبت والاحد، كيفاش الناس يعرفوا بلي كاين ديمومه في الجامعه كل ما نقولها لهمش، كل ما نتواصلش معاهم؟ من نقول لك بانه كاين ليالي السماع والمديح، الا ما درنا لهاش بانويات في المدينه ونتواصلوا مع السكان، كيفاش الناس يعرفوا بلي كاين ليالي السماع والمديح في مختلف النقط ديال المدينه والساحات؟ من قلت بانه كاين برنامج ديال تعبئه الطرقات باش نقصوا داك الضغط ديال المواطنين اللي كل واحد كيبغي يصوب الطريق ديالو هو الاول، كنقول لهم اودي كاين برنامج في 2010 2013 راه كاع وحده غتصاوب، شي شهر شي سنه ديال الاشهار الامتيازات، الاشهار سوف يستمد ست غادي يستمر ان شاء الله ست سنوات، وسميتو التواصل مع المواطن، ما سميتوش اشهار، الاشهار هو من دير الصابون، من دير المناظر، من دير عصر جديد، هذا اشهار باش الناس تشريه. باش نتقبل عليه ان هذه طريقه جديده للتواصل. قلنا كاين الرقم الاخضر، كاين بريد الجماعه، كاين ديوان ديال الرئيس، وكاين اخبار ديال انشطه الجماعه عبر الملصقات ولوحات اشهاريه. واحد من النماذج هذا البانو اللي كتشوفوا فيه، نعاود نكرر صفر سنتيم. ما تدفعش الجماعه وما الدوله وما الشعب ما تدفعش منه ريال، زيرو سنتيم. إتمام الإصلاحات الداخلية للمقر المركزي، إصلاح وترميم المقاطعات الحضرية، ومشروع تحويل المستودع الجماعي أشغال. كاين كذلك تصوت هنا في هذه القاعة، الجماعة صوتت على تحويل المستودع الجماعي. وحنا مخلين في واحد الميزانية واحد النصيب من الفلوس باش نهزوا المستودع الجماعي. شنو هو البارك الترابو؟ فين كاين؟ كاين في أشكولوج، حدا السكة. كاين تما واحد المستودع كبير في الإنارة، في السي حسن خيري، في الناس ديال الإنارة، في حدا زيتا، هذه كلها أرض الجماعة. وفيه مستودع ديال الأشغال. جات الجماعة الجديدة والمكتب الجديد وقال أودي الحشومة باش تبقى وسط المدينة، الكاميونات يدوزوا ويحبسوا في وسط المدينة، والكاميون ديال الإنارة يدوز في وسط المدينة، والكاميون ديال هذه يدوز في المدينة، والكاميونات السيتا يدوزوا في وسط المدينة، ولهذا خصنا نقلوا هذاك المستودع الجماعي ديال الجماعة من تما ونديروه في بلاصة واحدة أخرى. فعلا تفق عليه في الجامعة 31-30 كما القاعدة القديمة حاكة دائما، وداز. دابا غادي ناخذوا خمسة القطارات غالبا حدا سوق الحيط حدا لافوريا، وعندنا باش نبنيو غادي نبداو نبنيو
في المستودع الجديد وغادي نقلوا هذاك المستودع كله من تما وغادي نديو هذا المستودع الجديد، لانه الا مشيتوا شفتوا فاش خدامين الناس ديال المستودع الظروف اللي خدامين فيها كيشومه باش موظف يخدم في ذاك الظروف، لا الناس ديال الضو ولا الناس ديال الاشغال هذوك لي زونكار بناتهم فرنسا كلهم حي ديال السليج من داك داك القرمود والزنب وكيطيح الشم كيطيح الشتا كيبقاو يكحزوا اللافتات والعلومه باش ما يقطرش عليهم الماء، المهم واحد الحاله مزريه. وبالتالي دخلنا وصوتنا في الجماعه وغادي ننقلوا وكاين الفلوس ان شاء الله، وراح بدينا في البروسيدور ديال سميتو اقتناء الارض الجديده باش نحول هذاك المستودع الجديد. هادشي راه ما كاينش ما بغاش حاجه جديده. كذلك المديرة عرفت واحد الإحياء اللي المفروض أنه الجامعة تقوم به، وهو الجامعة خصها تكون عندها مبادرة ديال تنشيط المدينة ثقافيا واجتماعيا ورياضيا، أنه شنو هي الجامعة، هي هذا هو الدور ديال الجامعة أولا، أنه تنشط المدينة من ناحية الثقافة من ناحية الرياضة من ناحية ديال كل ما هو أنشطة اجتماعية. وبالتالي هذه السنة الأولى كانت سنة ديال عدة أنشطة التي لم يسبق لها مثيل داخل الجامعة. تنظيم الملتقى الأول للغة العربية حول موضوع واقع اللغة العربية بالمغرب اللي نظمته هي الجماعة الحضرية. لم يسبق لأي جماعة حضرية في تاريخ المغرب أنها نظمت ندوة فكرية حول اللغة العربية ولا حول شي موضوع بهذا النوع. وحضروا له أساتذة من مختلف ربوع المملكة، أساتذة مختصين. وهذا اللقاء عرف واحد الإقبال كثير ديال المواطنين وديال المختصين، وحضروا شخصيات كما قلت لكم من المغرب كله المهتمه باللغه العربيه. والجماعه الحضريه من المهام ديالها كذلك انها تدافع عن الهويه ديال البلاد، والهويه ديال البلاد من مقوماتها هي اللغه العربيه. وبالتالي هذا النقاش ما خصوش يبقى محتكر فقط على جمعيات وعلى احزاب، ولكن خصها تبنى جماعه اللي هي مدينه. والجماعه ديال وجده كما كتعرفوا مدينه حدوديه، مدينه محافظه، وخصها عندها خصوصيات ديالها، ولهذا كان علينا ولا بد ان نمتير الموضوع من هذا الشكل اللي هو موضوع اللغه العربيه. وهذه الندوه هذا كانت خلال هذه السنه اللي كانت تحدثوا عليها وعلى الحصيله ديالها. كاين كذلك وقعت عده لقاءات تواصليه مع الجمعيه الثقافيه والرياضيه والاجتماعيه، وتنظيم عده مسابقات منها مسابقه اخر السنه، وتم توزيع جوائز اللي جراتهم الجماعه الحضريه على التلاميذ المتفوقين، وتم هذا الحفل الفوز في المركز الثقافي وبتنسيق مع النيابه ديال وزاره التعليم. والجماعه هي اللي اقتنت الجوائز وهي اللي اعطت الجوائز للتلاميذ المتفوقين في السنه الدراسيه. كاين كذلك ليالي السماع والمديح اللي بدات الطبعه الاولى ديالها في الايام الاولى ديال التغيير ديال المجلس، لانه تغيير المجلس في 14 يوليو وجا رمضان العام اللي فات مع نهايه غشت، بمعنى في الاسابيع الاولى تمكنا اننا نخيقوا واحد الحدث داخل المدينه اللي هو ليالي السماع والمديح، وانه احنا بالاتصال وانتم كذلك بالاتصال مع المواطنين لقي واحد استحسان من طرف كل المواطنين والساكنة ديال المدينة، لأنه كما كتعرفوا المدينة ديال وجدة مدينة محافظة، وكذلك جو ديال رمضان كان جو فارغ في فراغ في المدينة، ما كاينش تنشيط روحاني روحي اللي كيوالم شهر رمضان. وبالتالي الإخوان ديالكم في الأغلبية وفي المجلس قرروا باش تكون الطبعة الأولى السنة الماضية، اليوم هذه السنة كاين الطبعة الثانية، وهاد ليالي السماع والمديح في المشاركة ديال الفرق هنا محلية. وهذه السنة هذه كذلك من غير الجماعة اللي خلصت لاسونو الفرق كلهم جا الدعم بالاجتهاد ديال الجماعة ديالكم، زيرو سنتيم ما خلصنا حتى ريال، دعم من الخارج بواسطة الاتصالات ومع الناس ومع الشركاء ديالنا هما اللي دعموا هذا ليالي السمع والمديح. وهذا ليالي السمع والمديح كما شفتوا ما كانوش مركزي في وسط المدينة، حاولنا باش يكونوا في المدينة كاملة، مشاو لازاري مشاو لجوهرة مشاو لا 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 الباب الغربي، مشاو للساحات لا خليجة، مشاو عدة أماكن في المدينة. كاين كذلك في هذه الليالي السمع والمديح السنة الماضية وهذه السنة نظمنا ليلة القرآن.
كان مسابقة ديال تجويد القرآن، وكان نظموا في خلال أيام رمضان الكريم السنة الماضية والسنة ليلة ديال القرآن. هذه الليلة كنكرموا فيها الدراري الصغار والناس والفقهاء اللي كاين في التجويد، والدراري الصغار اللي كيحفظوا القرآن كنعطيوهم جوائز. وهذه السنة كانت طبعا الثانية بليلة القرآن اللي جرات هذه يومين في ساحة الغربي. كاين كذلك في الميدان الثقافي، أول مرة كنظموا في الخزانة ديال الجماعة خزانة الثورة تنظيم حفل توقيع عدد من الإصدارات، تقريبا إصدار كل شهر. كل شهر كاين إصدار جديد ديال كتاب ديال منطقة شرقية ولا مدينة توجد كاتب، إما شعر وإما قصة وإما كتاب، وكان الجماعة هي اللي كتسهر على التنظيم ديال التوقيع ديال الكتاب ديالو، كتنظم حفل شاي بالمناسبة تشجيعا للمؤلفين والمبادرة والإبداع. كل شهر تقريبا نهاية كل شهر كان هذه الخزانة ديال الثورة، وممكن أن الإخوان في خزانة الثورة يعطيكم جرح لكل الكتب اللي توقعت خلال هذه السنة. كاين كذلك المركز الثقافي والمراكز الرياضية اللي وضعناها راهي إشارة الجمعيات التي تنشط بالمدينة، ما فيها لا سياسة ولا فعالة ديالي ولا ماشي ديالي، اللي كيجي عنده الأمور ديالو مضبوطة وغادي ينظم شي لقاء ولا ينظم شي مباراة كنعطيوه الإذن باش ينظم. كاين كذلك دعم الجماعة لمختلف الأنشطة العديدة من الجمعيات الرياضية الثقافية والاجتماعية، غادي يجي الوقت غادي نعطيكم فيه كل من جيل سميتو خارج عمر ما كان. أنا كنأسس واحد السنة غادي يجي مرايا غادي يجدها صعيبة ولكن علاش أسسو، غادي نعطيكم الأسماء ديال كل الجمعيات وعلاش داو الفلوس وكيفاش داو الفلوس وشنو داروا بهاد الفلوس، ورسمت وراسلت لا كور دي كونت المركز الجهوي للحسابات باش كنقول لهم ها هما اللائحة ديال الناس اللي استافدوا، راقبوهم الله يخليك فين دفعوا فلوسهم، واش فعلا دوك الفلوس اللي عطيتهم استافدت منهم الجمعية ودرت بهم عمل اجتماعي وعمل جمعوي ولا ما درتش بهم؟ لأنه أنا ما يمكنش نحكم أنا نعطي الجمعية 5 مليون ولا 2 مليون ولا مليون، كان غادي نتبعها فين صرفتهم؟ كاين مؤسسة في المغرب الحمد لله وكاين القانون في المغرب، راسلت المكتب الجهوي للحسابات قلت لهم ها هي اللائحه ديال الناس، ها شكون واحد الشده وباش تحاسبوهم الله يخليكم. كاين كذلك دعم مؤتمر الاتحاد الاوروبي للمسرح بوجده اللي تنظم، وكاين كذلك المساهمه في تنظيم الملتقى الاول لجمعيه فضاء زيري. هذه الجمعيه هذه لما تسولون عليها انا غادي نقول لكم، هذه جمعيه كنت انا هو رئيسها، قالوا بلي رئيس عام جمعيه ديال حزب الاستقرار ديال السياسه، جمعية وحيدة ونتحدى من تشوفوا اللائحة واش كاين شي جمعية عندها علاقة بحزب الاستقلال غير هذه الجمعية اللي كنت أنا رئيس، وجمعية نشيطة اسمحوا لي تقدروا تكتبوها، حتى واحد ما يحرم رئيس أنه يعامل الحزب ديالو، ما عندها حتى معنى من أنا من حزب الاستقلال من تجيني جمعية ولا يجيني شي واحد من حزب الاستقلال يقول اسمح لي أنت استقلالي ما يمكنليش نعاونك، سير الله يهديك بدل الحزب واجي نعاونك، لا ما دارها، ما كاين حتى قانون في البلاد ولا في العالم انه من يكون رئيس ماشي حزب من يجيو الناس الحزب ديالي يطردهم حيت هما الحزب ديالي. جمعيه وحده في وسط كل الجمعيات اللي دعمتها جابت برنامج وقامت باهم نشاط في المدينه وهو نشاط مهم وكلنا معنيين به اللي هو محاربه القرقوبي، ومشاو للمؤسسه التعليميه وداروا سهره كبرى وعيطوا للجلجلاله والشاب الدوزي وعيطوا للناس، وكانت السهرة كبرى على هامش زيارة ديال صاحب جلالة المدينة، وهذه السهرة كانت سهرة أو ميم طون في نفس الوقت سهرة وفي نفس الوقت توعية بالمخاطر ديال القرقوبي وديال هذه الظاهرة ديال تناول الأقراص المهلوسة، وعطيناهم 50,000 درهم ولاكور دي كونت غادي تحاسبهم وإلا ضيعوا شي ريال غادي يتحاسبوا عليهم. وشاركت في الفيضانات وغدا غادي توزع مساعدة رمضان على المحتاجين والفقراء. ولا كان فيها كان الرئيس استقلالي ما فيها بات، واش حنايا ليكود الاسرائيلي ما خصناش نعاونهم زعما فيها شو المنطق؟ ما بحيت جمعيه بحيت الاستقلال علاش عاونتها ب 5 مليون؟ عطيتها 5 مليون شنو فيها؟ وماشي حتى 5 مليون حيت ديالي، حتى 5 مليون انا عندهم برنامج وهذه 5 مليون تمثلوا فقط 50% من البرنامج، دوروا على 50% وحده اخرى جابوا 5 مليون وحده اخرى من جهه اخرى، دعم من عند ناس ومن عند مجتمع مدني ومن عند شركات. ولهذا هذه النقطة باش ما تسولونيش فيها أنا جاوبتكم. المساهمة هذا في هذا علاش جبنا هذا التنظيم؟ ماشي لأنه عندي مشكل مع هذا الدعم، ولكن جبناه لأنه دارت واحد النشاط متميز في المدينة وكان في ساحة زيري، وهذا النشاط في الوقت اللي مهرجانات كطيح بالمرة
فراير طيحوا هذه الجمعيه وعصروا المليون، ولهذا تعني انه ما مشاش هباء ولكن مشى بالفعل واحد الجمعيه اللي اشتهرت. كذلك هذه ما عندها حتى علاقه مع حزب الاستقلال. عطيناها حتى هي الدعم مونديالتو، جاو ناس من فرنسا كان جمعهم هذا اللاعب الدولي بصير وداروا واحد التورنوا هنايا ودعمناهم دعم مهم على اساس انهم يورغانيزيو هذا الاميكال كوب ديال الدراري السوار وجمعهم وفد فرنسي وهذاك الوفد استغلينا الفرصه باش درنا علاقات غادي نذكروا عليها مع العلاقات الخارجيه وتا هما دعمناهم جاو فيه وفد مهم فرنسي فيه واحد 6 ولا 7 ديال رؤساء الجماعات وجا فيهم نائب العمده ديال نونس وجا يونس العينام اللي كان بطل ديال تينيس يوم راه كيشتغل اما مكتوب بحضور مايكل باسيل يونس العينامي وعادل بالقايد. فيما يتعلق بالعلاقات الخارجيه انا كنت في اتصال مع الاخوان الصحفيين قلت لهم ولكن ما فيها باس هذا اللقاء معكم كاملين انا ضد التوأمه ديال البسطيله والمشوي والعلاوي. إذا كانت التوأمة اللي تفيد المدينة وفيها فائدة مشتركة للمدن بجوج اللي متوأمة مرحبا. كاين فقط التوأمة غير ديال الفولكلور أنا بعد ما أنا ما موافقش. ولهذا من جات هاد السيدة هذه ولا الوفود الأخرى اللي استقبلتو قلت لهم نفس الكلام. قلت لهم أنا مع التوأمة مع التعاون مع التقارب الشعوب خصوصا المدن اللي فيها مغاربة ولكن إذا كانت هذه العلاقة التوأمة تربطنا فيها رابح رابح ماشي إلا جينا نطلبوا عليكم ولكن تعاونونا ونعاونكم نستافدوا منكم وتستافدوا منا. ونفس المنطق دار خلال الزيارة اللي أجرتها مارتين أوبري اللي هي مرشحة باش تكون يمكن نفس ساركوزي في الانتخابات المقبلة اللي هي العمدة ديال لين بنفس اللغة وإن شاء الله هذه التوأمة غادي تعرف منحة جديد من حديث التعامل الفعلي واتفقنا على جوج ديال لي فولي مهمين جوج ديال الامور مهمين. اولا انه تجي فرنسا وديروا هنا لا بلاص دو ليل وجده واللي غادي تمولها واللي غادي تصاوبها هي الجماعه هي العوده هي الليل وغادي يمشي المهندسين ديالنا وغادي يمشيو الليل وغادي يعطوهم واحد الساحه وغادي نديروا فيها شي حاجه ديال المغرب وغادي تسمى ساحه وجده. حاجه واحده اخرى غادي يجيو غادي يصيفطوا لنا الخبراء ديالهم باش يدعمونا فيما يتعلق بالموارد البشريه في الجامعه. هذا الموضوع غادي نهضروا عليه من بعد. كاين كذلك استقبال الوفد ديال غرونوب الفرنسيه واستقبال كاين مشروع كبير اللي غادي تعرفوه ان شاء الله واللي غادي نمشيو هذا بمبادره من المكتب الحالي ما فيها حتى شي طرف خارجي. جينا ودرنا اتصال مع لا فونداسيون ماروكو سويس مؤسسة المغرب سويسرا اللي فيها رجال أعمال كبار لا من المغرب ولا من سويسرا وأول مرة هاد لا فونداسيون غادي دير عقد شراكة مع مدينة في المغرب. وهاد لا فونداسيون ماروكو سويس مؤسسة المغرب سويسرا غادي تعقد في 5 نوفمبر جنيف لو سيمبوزيوم ايكونوميك ماروك سويس المنتدى الاقتصادي المغرب سويسرا واللي غادي يكون تحت الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله وغادي نمشيو وغادي نمضيو الاتفاقيه بحضور وفد مغربي في 4 وزراء وغادي تكون المدينه الوحيده في المغرب اللي غادي تمضي الاتفاقيه على مدى 3 سنوات هي مدينه وجده. هادشي ما كانش من قبل هادشي درناه في هاد السنه هذه. وهاد الاتفاقيه كما قلت لكم ما فيها لا علاوي ولا مشوي ولا بسطيله فيها اولسيم غادي تجي تدعم المغرب وجده بيئيا غادي تدعمنا في مجال البيئه غادي تدعمنا في مجال الانفورماتيزاسيون ديال الجماعه غادي يجيو يدعمونا وغادي يجيو يدعمونا كذلك في التسيير اليومي لا غوفيرنونس التسيير اليومي ديال الجماعه وهذا الشيء غادي يبدا مباشره من بعد واللي غادي يبدا الاتفاقيه هما 3 الناس الجماعه الحضريه اللي وجدوا اولسي ماروك اللي غادي يبدا الاتفاقيه هو الديريكتور جينيرال ديال اولسي ماروك والرئيس ديال المنتدى المغرب سويسرا اللي في جنيف اللي غادي نضيعو وبولسي ماروك هي اللي غادي تتبع هذه الاتفاقيه واللي غادي تجي صار على التنفيذ ديال هذه الاتفاقيه وهذه الاتفاقيه غادي تبدا التنفيذ ديالها مباشره بعد الامضاء واول عمليه هي عمليه بيئيه وهي المشاركه ديال بولسي اللي عندنا هنايا باش غادي نبداو نتريتيو النفايات ديال وجده
خصوصا لي ساشي بلاستيك غادي نتعاونوا باش غادي نهزوهم باش غادي نديهم الكرسي باش تحركوا وغادي تجي امور وحده اخرى بحال البارك لالا عائشه وكذا وكذا ولكن هادشي ما غاديش تسبقوا الاحداث حتى تكون اتفاقيه وغادي نديروا اجتماع معكم وغادي نساعدكم كل ما جرى وكل ما اتفق عليه في الاتفاقيه الاتفاقيه كما قلت لكم بيئه فيها والحكمه والمعلوميات داخل الجماعه كاين قيام بحملات نظافه درنا ثلاثه ديال الحملات النظافه في هذه السنه بالمناسبه كنوهو بالناس ديال سيتا لانهم كيخدموا واحد العمل جبار وكبير موظفين واداره ولكن بالنظر الى الحجم ديال الثقل ديال المدينه كان ولا بد اننا نديروا حملات نظافه هذه حملات النظافه كنقوموا بها خصوصا في الاحياء الهامشيه والاحياء البعيده الاحياء اللي كتعرف تراكم ديال الازبال وديال الاتربه ولهذا درنا ثلاثه الحملات ديال النظافه هذه السنه حمله لجمع النفايات السلبه ونظافه المدينه من 1 الى 15 غشت 2009 حملة النظافة من 5 إلى 15 سبتمبر 2009 والأبواب المفتوحة للبيئة والنظافة من 3 إلى 24 يوليو تقدروا تتصلوا مع سيفا وتعطيكم شحال ديال الطوناج اللي جمعنا في هذه الحملات ديال النظافة معنا ماشي حملات كانوا غير اللافتات ولكن كان فعلا كاين واحد المجهود استثنائي ومجهود زائد في 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 في, في المدينة باش 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 نطفوا المدينة أول مرة وفي اول مبادره في المغرب الجماعه كتديها في الموتى ماشي غير في الحيه والمقابر ديال المدينه كانوا كيعرفوا واحد الصوره مشينه ولا غادي يموت واحد النهار مايمكنش واحد تهلا فيه وحيد وين يموت تركلوعهم مقبره الشهداء كانت عباره عن غابه الا مشيتي نهار الجمعه قبل ما نديروا حمله النظافه مايمكنش تشوف اللي كيطرح كاين داك اللي كيقولوا له البسباس ما عرفتش شنو هو وصل جوج متر اتصلنا مع المحسنين ديال المدينة ودعمونا قمنا بمشاركة ما بين موظفين الجماعة وما بين متطوعين متطوعين كانوا قلال جدا واحد ستة الحملة كلها كاين واحد أربعة ولا خمسة متطوعين من المدينة جاو ما نبقاوش نقولوا متطوعين وما كاين والو متطوعين هم مواطنين في حين أنه الأفارقة عاونونا أفارقة الحاربين عاونونا والناس ديال سيتا كل الناس اللي خلصنا وقمنا بعمليه فيها ثلاثه اربعه ديال المقابر سيدي مختار سيدي محمد مقبره الشهداء وسيدي يحيى ولكن هذه ما غاديش تمسح بها الحاجه الثانيه اللي غادي نصاوبها ان شاء الله في الايام المقبله هو نصاوبوا لي الباساج كاع اللي قدينا نصاوبوه بالبيتون باش ما يبقاش تمشى في التراب باش توصل للمقبره قمنا بهذه العمليه ديال التنظيف المقابر تقريبا واحد احنا واصلين واحد النسبة ديال 70-80% ديال النظافة في المقابر ديال المدينة كاملة اللي كان كيزور المقابر من قبل وكيزورها اليوم غادي يشوف الفرق والحاجة الثانية اللي غادي توقع إن شاء الله في الأيام المقبلة هو غادي نصوبوا كما قلت لكم لي باساج في سيدي محمد في سيدي مختار في الشهداء وفي سيدي يحيى وعلى ذيك المقابر غالبا غادي تفتتح المقبرة الجديدة اللي صبناها بصيغة جديدة ومقبرة آخر ما أنتجته زعما الحداثه ديال انشاء مقابر بالممرات ديالها ولي كولوار بالاسامي وبالترقيم غادي يكون المقبره غادي تسمى بتنسيق طبعا وحضور ديال المجلس العلمي والسي مصطفى بن حمزه غادي يكونوا اسامي ديال الخلفاء وديال الاسماء وزينه في تاريخ ديال الاسلام وكل كاري غادي تسمى باسم وغادي تعطى له عنوان باش كل واحد توفى غادي من العائلة ولا حنا ولا غادي يعرف راسو مدفون في لوكاري فلان فلاني وبين تمشي السيارة ديال الإسعاف توصل حتى لوكاري وكاين ممرات وهذا الشيء تقدروا تشوفوه غدا إلا بغيتوا تشوفوه تصوروا هذه المقبرة الجديدة راها في طريق جرادة قبل ما توصلوا للرومبوا غاتجيكم على يدكم اليسار واللي قامت بالتثبيت وبالتنظيم ديال الجماعة الحضرية وغادي حنا في اتصال مع السي مصطفى بن حمزة ومع المحسنين باش نشيدوا بالجيب بجوار هذيك المقبره من طرف المحسنين باش ما يبقاش هذاك الاكتظاظ في الطريق ولا سيركيلاسيون كتحبس لان ملي كتكون دايزه جنازه كتحبس المدينه كامله ولهذا غادي نشوفوا باش تسهل الماموريه حتى في التنقل انه يكون الجد بالقرب من هذه المقبره الجديده باش ان شاء الله نسهلوا الماموريه على الناس تنظيم السير والتوجيه على مستوى المدينه
كنشوفوه كتشوفوه في المدينه ولكن ما كتحسوش بالتغيير، ولكن هادشي راه فيه مجهود كبير ديال المهندسين ديال العمال باش تصاوب بانو وتلصقوا، راه كتيان ديال الخدمه. لهذا خص هادشي ولا بدا يتعرفوا باش تعرفوا بانه كاين مجهود ديال الجامعه ومجهود ديال الاخوان الموظفين اللي كيسهروا على هادشي. كاين تجهيز المدينه ب 169 اشاره توجيهيه، تم تجهيز المدينه ب 879 اشاره مرور، تم تلف الاشاره التاليه: اشاره تقيم، اشاره منع الوقوف، اشاره منع المرور وتغيير الاتجاه، اشاره اتجاه اجباري، واشاره تحديد السرعه. انتباه خروج التلاميذ، عمرها ما كانت موجوده، كدوز حدا المدرسه ما كتعرفش كاع، ما كاينش هاد العلامه، ما كانوش تقريبا قلال جدا، وما كانش تحتو انتباه خروج التلاميذ. كاين كذلك هاد التسميه الجديده راه كتشوفوهم في بعض فيهم، غيرنا لي بلاك اللوحات ديال الشوارع كلها في المدينه، وبداو الاخوان الموظفين اللي كيشتغلوا بداو بالشوارع المهمه، غتدوزوا شارع محمد الخامس، شارع بيس اكبر، شارع محمد السادس، هادو كلهم بداو فيهم. راه كاين 65 اشاره جديده تم الوضع ديال 15 من هذه الساعه. كاين هادو اشاره التوجيه، زمان كتدخل وجده كتسرع وكتلقى 10 راسك فين تقدر تمشي. حنا السكان ديال المدينه عارفين الطريق ديال المدينه ديالنا، ولكن الا جا شي واحد براني قلنا له راه مين تمشي لوجده خصك تمشي للجامعه، ما يعرفش فين يدوز للجامعه، ما يعرفش فين يمشي سيدي معاك، فين يمشي لواحد سيدي يحيى، ما يعرفش فين يمشي لمركز الجامعي، سيدي مريم ما يعرفش يمكن كيفاش يجي للجامعه. ولهذا هاد اللوحات، هاد اللوحات التوجيهيه الجامعه، هادشي كلهم ديمارشي جداد، وتبرمجوا في هاد المجلس وتشراو في هاد المجلس وتركبوا في هاد السنه. 169 اشاره توجيهيه، هادشي راه معلق في المدينه، راه لاصق تقدروا تشوفوه في المدينه في كل الطرق ديال المدينه. كاين كذلك واحد لو سيستيم دو سيركيلاسيون، واحد النمط ديال السير كان مطبق في المغرب الى وجده، ملي كتوصل للركوع في المغرب كلها طبقته في العالم كله، الاسبقيه اللي كيتوجد في المدار، وهذاك السيد اللي كيدخل على المدار خصو ينتظر حتى يكون المدار خاوي. ملي كيجيو الناس من الخارج كيجيو الناس من خارج ولا كيبقاو حوالي السير بهذا الشيء، لانه شنو كيقول؟ كيجي مبرونشي على واحد لو سيستيم دو سيركيلاسيون، على واحد النمط ديال السير في بلدان اخرى في مدن اخرى، الا كيجي من جده كيلقى نمط اخر اسبقيا ملما، وبالتالي كيبقاو عده حوالي السير بهذا النظام اللي ما كانش موجود. ولهذا ركزنا على اساس انه حتى وجده بحال المدينه بحال المغرب كامل، علاش في الرباط والدار البيضاء وطنجه واكادير كاين هذا النظام وحنا ما كاينش؟ ولهذا تغيير نظام اسبقية المرور بالملتقيات الدولية وبقات شاملة هذا النظام لحد الساعة، مدار 18 مارس، مدار ملتقى شارع جيش التحرير، مدار ملتقى شارع جيش أكبر، مدار جامعة